نحن قدمنا مباراة من أفضل المباريات اللي لعبناها في كأس آسيا، كنا الفريق الأفضل، كان فريقنا منظم جيد، كنا مستحوذين على الكرة جيد، وصلنا للمربع الاسترالي، ضيعنا كثير من الفرص، إضاعة الفرص في هذه المباريات ما كانت مقبولة في ظل الفريق يحتاج لثلاث نقاط، الشوط الأول والشوط الثاني. وإحنا اليوم تعرفين نلعب مع فريق قوي وفريق عنيد وفريق منظم وفريق صاحب خبرة وصاحب طويل في هذه المسابقات. أنا راضي كل رضا أنا ما قدم المنتخب البحريني في المباراة، وأنا راضي عن العمل اللي قدمته في خلال هذه الشهرين. المنتخب البحريني حاس إنه في لاعبين رجال يحبون بلدهم وقدموا كرة اليوم يثبتون للعالم إن فريق البحرين بخير، وإن شاء الله التوفيق في المباراة الجاية. أما بالنسبة للفرص اللي كنا نتمناها أن نسجلها، يعني لا ما كان في تنظيم ولا كان في عمل، ما كان في وصول. المنتخب الاسترالي استفاد من تسديده من خارج منطقة 18 ياردة، ما خرجت لهم فرص، كانت مشكلتنا في السابق في الدفاع، لكن ما صارت أي خطورة علينا طوال المباراة، إحنا اللي كنا أفضل. Of course, we have delivered the best that we could, and this match was actually performed by our team better than we did in the last two matches. We were organized, we were able to reach the box of the goal of the opponent. We lost many chances actually, and this is actually was not accepted because we were in need to win. The Australian team, of course, has experience, and it is a very strong team. Anyway, I am satisfied with what we have done, and also satisfied as a result of just 2 months training or coaching the Bahraini team. Anyway, again, the Bahraini team is in a good shape so far, but the chances that we have got, we have not exploited very well, while the Australian team normally we kept them away and they scored the goal from out the 18 yard line. Question. مرحبا كابتن. هارت لك على النتيجة. أداء طيب اليوم ظهر على المنتخب، لكن كان واضح أن الأحمر دائما يستفيق متأخر. يعني كنا مهزوزين أمام كوريا، كنا زينين أمام الهند، كنا أفضل أمام أستراليا، لكن أهدرنا فرصة أمام إسماعيل. الرغم من الأداء، لكن هناك في شوي أداء متقهر، تقهر للخلف من سلمان عيسى تحديدا، خصوصا آخر ثلث ساعة. يعني كابتن، أعتقد أن أنت تأخرت في استبداله، أو أنه كنت ما بتستبدله أساسا لو ما أصيب، بس نبغي نعرف أسباب عدم استبداله في الوقت اللي احنا بحاجة إلى ورقة رابحة. سؤال طيب، شاكرك على روحك العالية، وكان كلامك منصف بالنسبة لي. ويت، you can first. Yeah, you can go ahead first. وسؤال اندل على شيء، فاندل على خبرتك بهالأمور. مثل ما تفضلت، قدمنا مباريات، المستوى يرتفع من مباراة لمباراة. أنا بالنسبة اليوم ما عندي طريق يوديني أو يرفعني حق الدور الثاني اللي هو الفوز، فكل الأوراق اللي كانت في يدنا بالتنظيم بالطريقة اللعب بتوظيف اللاعبين وصلنا كثير. سلمان عيسى، يعني في السابق يوم تعور الناس كانت تسأل سلمان عيسى اليوم أمتى بيلعب، أمتى بيرجع حق الفريق. اليوم ورقم سلمان عيسى لاعب وقائد في الملعب، فأنتظر منه حتى في أي لحظة ممكن يحقق لنا هدف ولا يعمل لنا كرة أو يحقق شيء يفيد الفريق. عموما بشهادتك أن الفريق لعب مباراة جيدة، هذا شيء يعني يشرفني. إنما بالنسبة لك سلمان عيسى، ما كنت في بالي أن أبدله، لكن مثل ما تفضلت يعني الإصابة اللي خلتني يعني أبدله، حتى لو كان ما عنده مردود، لكن بيتم القائد موجود في الملعب.
as you know, as you have noticed, perhaps our level of formation gradually was up and up through over the last three matches. And I know that I could not, I cannot go to the next stage without winning. So we were organized, we played very well as we could. And about player Salman Issa, he had some injury earlier, and all the people and the fans were asking when to play, when he's going to play, he was going to play. I was actually waiting him to score for Bahrain, but in general, I am proud of your testimony that our performance got better and better over the last matches, and the injury perhaps made me or caused me to take that decision in substituting him. Next question. This gentleman. Michael Lynch from the Sydney Morning Herald and the Melbourne Age. Do you feel, coach, the way you've played the last games Korea and Australia, had you been drawn in a different group, that you two could have been going to the quarterfinals? Again. Can you repeat your question, please? Michael Lynch from the Australian media. Do you feel, coach, the way you have played against South Korea and Australia, that had you been drawn in a different group, Bahrain might well be in the quarterfinals? هل تعتقد أنه لو لم يكن فريقك في المجموعة التي فيها كوريا وأستراليا كان من الممكن أن تتأهل إلى الربع النهائي في مجموعة أخرى؟ والله هذه أعتقد يعني شهادة كبيرة من إنسان متابع الرياضة ومتابع الأحداث، وهو ما سأل إلا عارف أن منتخب البحرين لو كان في مجموعة ثانية ممكن كان يتأهل، بشهادة أن المنتخب الأسترالي والمنتخب الكوري الجنوبي فرق لها شخصيتها ولها قوتها ولها توازنها ولها موقعها في الكاس في الكرة الآسيوية. سؤال جيد، لكن أعتقد أنه مو بأن اللي أجاوب عليه، لأن اليوم إحنا مع المنتخب الأسترالي كانت الفرص لنا أن إحنا نتأهل أو أن إحنا نفوز، فإحنا الفريق البحرين بيتم فريق قوي، لكن احتمال على كلام لو إحنا في مجموعة ثانية ممكن تصير الضغوطات والضغط لنا أقل. Of course, if we were in another group, pressure would be less than we had in this group. And your question is actually another testimony that we played well. And this shows that Bahraini team would have qualified to the next stage if it had been in other group. You know that Korea and Australia, they have their own character. They are strong teams and with experience. But personally, I cannot answer directly your question. But if we won, we would go to that stage. Last two questions. Yes, please, this gentleman. Captain Salman, احنا في البداية احنا بنهنيك على الأداء الجيد اللي انت أديته عبر ثلاث مباريات اللي انت اديتهم في البطوله، وارتفاع مستوى المنتخب البحريني ما فيش جدال عليه انه بيرتقي مستواه من اداء من مباراه لمباراه، لكن احنا عايزين نعرف الاسباب الحقيقيه اللي ادت لخروج البحرين من الدور الاول، وانت هتستكمل مشوارك مع المنتخب لتزرع تجني ثمار ان انت المنتخب بدا يحط ايده على الطريق الصحيح، وهتكمل مشوارك مع المنتخب البحريني ولا هيكون نهايه بطوله كاس اسيا هي نهايتك مع المنتخب؟ We want to know the real reasons actually behind your exit from the first round, and are you going to follow up and to keep the contract with the Bahraini team as a coach? طبعا انا يشرفني ان اكون مدرب لمنتخب بلادي في هذه الظروف الصعبه اللي مرت فيها الكره البحرينيه. عملنا عمل كبير في فتره قصيره، انتوا شفتوا وبشهادتكم ان المنتخب البحرين مباراه عن مباراه قاعد يتطور، قاعد يثق في روحه، قاعد يتنظم اكثر، حلينا كثير من المشاكل التكتيكيه والتنظيميه داخل الملعب. فانا سعيد بالعمل اللي قدمته تدريجيا من مباراه لمباراه، ويعني واعتقد ان اذا كان في تقصير والله حاجه بالنسبة لي فيمكن يصير على قصر الفترة اللي عملت فيها، لكن أنا عملت بما يرضي الله ويرضى ضميري وإن أنا أخدم بلادي. استمراريتي طبعا موجودة مع المنتخب وأنا باقي مع المنتخب ومستعد لأي عمل
أقوم به في خدمة الكرة البحرينية. أسباب الخروج أنت تدري أنا كابتن، يعني أسباب الخروج إحنا لعبنا مع المنتخب الكوري، الفرق تنظيميا استقرار إعداد خامات احتراف أفضل من ذي الناحية، لكن أنا أشيد بأداء لاعبين المنتخب من خلال الظروف اللي مروا فيها، لكن كانوا الند للند مع الفريق الكوري، وكانوا قدموا مباراة كبيرة مع الفريق الهندي، واليوم كنا الند للند مع المنتخب الأسترالي. أنا سجلت ممكن 6 أهداف في التصفيات الأولية، ودخلت علي 4 أهداف أو 5 أهداف، فأعتقد أن الحصيلة التهديف كانت بالنسبة لي جيدة. احنا كنا موجودين في البطولة، قدمنا مباراة كبيرة، فأنا مرتاح من العمل اللي قمت به. Well, actually, I am very much proud to serve my country as a coach for the national team. Our team developed a match after a match, and we have solved some of the tactic problems in the team. I am very much satisfied with what I have delivered. If there is something to say that or to blame, it is because of the short period I've been coaching the Bahraini team, just 2 months. But we did at our best. I will go on coaching or training the national team. And there's another reason behind our exit from this round. It is that other teams such as Australia, they have good physical body, good, they have some good skills, tactics and experience. We got 6 goals for us and 5 against us. This is good for us in general. Last question. Graham Davis from the Australian Independent Radio News. I'd just like to ask you, you've now played both Australia and South Korea. How would you compare the two sides and their chances going forward in the competition? إذا حدث أن التقى أستراليا وكوريا مرة أخرى في المباريات المقبلة، ماذا تتوقع؟ فريقين كبيرين، فريقين عندهم باعهم طويل في كرة القدم. اليوم كرة القدم تعتمد على التنظيم وتعتمد على الفينيشينج. أعتقد أن الفريقين يمتازون بهالجسمة، ما أقدر أحدد، لكن أعتقد أنها بتكون من أحسن المباريات إذا التقوا في الأدوار الثانية، يعني وإذا في التقاء بيلتقون في الفاينل. فأنا ممكن أتكلم عن أداء، أنه بيكون أداء راقي من فريقين منظمين بدرجة عالية، يملكون كل مفاتيح اللعب، حتى ثقافتهم في الملعب ناس متمرسين، فأعتقد أنها بتكون مباراة قوية، لكن أنا ما أتمنى أنهم يكون في النهائي، أتمنى فريق عربي يكون في النهائي. آخر الكلام، أنا بغيت يعني أشكر المسؤولين البحرين من جلالة الملك لرئيس اللجنة الأولمبية الشيخ ناصر بن حمد، والاتحاد البحريني برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم على الوقفة الكبيرة اللي وقفوها مع منتخب البحرين في هذه الظروف، وهم مقدرين كل العمل اللي قام بالمنتخب في خلال هذه الفترة القصيرة. شاكر لهم وشاكر للاعبين البحرين على الروح اللي قدموها، وشاكر للجهاز الفني والإداري اللي عمل مع الفريق في هذه الفترة. شاكر لكم. Well, both teams